مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده طبق جديد مثل ما تعودنا كل يوم. كمان بعدي انا اليوم بالمغربي وراح اقدم طبق مغربي اليوم وان شاء الله يعجبكم. اليوم طبق اليوم حيكون كسكس بالخضار. كسكس بالخضار واللحم. كسكس بالخضار واللحم نتعرف على شو المقادير تبعه. طبعا عندنا بصل، عندنا حمص، بدنا نستعمل حمص وبصل، كركم، زنجبيل بودر، ممكن نستعمل دجاج ستوك بودر، ملح وفلفل ابيض، فلفل اسود، اللحم، لحم الخروف من الفخذي يفضل، شويه رشه كورن فليكس، شويه رشه فلفل وتزيين، وخضار. عندنا ثلاث انواع من الخضار: زكيني الاخضر، الكوسه الخضراء والكوسه الصفراء وجزر والملفوف وكمان الليفت. وعندنا كمان بندورة وزعفران وزبدي ومن الحقبة الكسكس. تفضلوا. رح نبدأ هلأ مثل ما حكينا. أول شيء كمان للتأكيد مرة تانية اللحم، لازم أول شيء اللحم نحطه مشان يتحمر وياخد لون. فعنا اللحم، لحم الخروف من الفخدي، عنا بصل، عنا الحمص، كمان عنا الكركم، الجنجر بودر اللي هو الزنجبيل ناشف بودرة، الدجاج بودرة إذا حبيتوا تستعملوا ممكن ما تستعملوا، عنا الملح والفلفل الأبيض والفلفل الأسود والفلفل الناشف كمان، ورقة الغار وعود القرفة، رشة بقدونس للتزيين، زبدي للكسكس، عنا زعفران للون كمان والنكهة مع الخضار. هون عنا خضار، كوسة خضراء، زكيني، زكيني أصفر، جزر، وعنا ملفوف، وعنا ليفت، وبنستعمل كمان بندورة، وعنا كمان الكسكس للطبق هو أساسي فيه، زيت الزيتون وزيت الذرة. خلينا نبتدي بالطبخ. مثل ما شايفين هون رح نحط، حطينا اللحم الخروف بطنجرة حامية منشان مثل ما شايفين ياخد لون، سخن منيح، درجة حرارة عالية، بياخد لون اللحم، بياخد لون. بنقلبه، انتو شايفين طبق اليوم مغربي طبعا من تقاليد واعراف اهل المغرب بالنسبة للاكل والطبخ. ما شايفين طلعت ريحته هيك. بنضيف لون فورا البصل، بصل جوانح، نقلبهم مع بعض. نضيف ملح، فلفل أبيض، مثل ما شايفين رشة فلفل أسود، الفلفل الناشف رغبي حسب بيحب الحر ولا ما بيحب الحر، كمان رشة البودرة. هون دجاج، أنا دائما للخروف استعمل دجاج، بيعطي نكهة تانية. كمان هيدي ممكن استعماله ممكن حسب ست البيت ما بتحب والضيوف شو طلباتهم. الجنجر أساسي وضروري، رشة الكركم عشان ياخذ يعطي لون، بنقلبهم مع بعض، نوضع بنزيد مثل ما حكينا دائما هذا الدواء للحم عشان ريحة تطلع الزنخة منه، بنقلبهم مع بعض. ومثل ما حكينا بدنا نضيف شوية زعفران. هلا هيك بيجي عنا بهالحالة هي
عندي مي جنبي، مي سخني هون بالمتابعة بعملية الطبخ مثل ما حكينا من قبل. ونضيف مية للحم مع البصل، بيبتدي يغلي، بنرمي الحمص لأنه بياخد كمان فترة طبخ طويلة مع اللحم. وبعد منا منجيب حبة بندورة ونعمل نبشرها فوق، مثل ما شايفين طبعا بتعطي نكهة ومن أساس الطبخة، وبتعطي الخلطة بتعطيها تجانس مظبوط وقت الطبخ مع اللحم مع البصل كله مع بعضه. مثل ما شايفين لو حبيتوا تزيدوا ممكن تزيدوا بهالطريقة كمان هي. هلأ هيك نحرك كل الخليط مع بعض وبنترك الطبخة واللحم ينطبخ مع بعضه، بنغطي الطنجرة هون وبنجي على الكسكس. الكسكس مثل ما شايفين ناشف، بنجيب بس شوية مي دافية نغسل مثل الغسيل مع شوية زيت، نغسل الكسكس هيك بهالطريقة هاي، بس منقلبه شوي، منزيل المي شبه كاملة هيك، شوية قطعة زبدة هون طبعا. غسلنا الكسكس بالزيت، حطينا له زيت مشان ياخذ الحبات تضل بتعمل فصل، بضل الكسكس بيطلع بالمي الدافي، الكسكس بيطلع مثل بيصير بيكتر، بياخذ بيمتص الزبده وبيمتص الزيت اللي حطيته طبعا، ورشه ملح ورشه فلفل ابيض، ومنغطي مثل ما شايفين حنغطي الكسكس ونخليه بمكان دافي لفترة طبخ اللحم وتجهيز الطبق، بيكون الكسكس صار جاهز عنا. وحتشوفوا معنا كيف. هلا نحن هون عم نطبخ اللحم، بعد ما بيستوي اللحم بنرمي الخضرة بنفس الصلصة اللي طبخنا فيها اللحم، مشان الخضر بياخذ اللون وبياخذ الطعم، بياخذ طعم اللحمة واللحمة كمان الصوص، كمان الصلصة بتاخذ طعمة الخضار، وكله بيتجانس مع بعضه. وتقريبا هيك بيكون كسكس بالخضار صار عنا جاهز للسكب. وهلا أعطوني فاصل وبنرجع لكم وبنتابع بطبخة اليوم. رجعنا لكم بعد الفاصل وحنكمل مثل ما قلنا الطبق اليوم. مثل ما حكينا هلا اللحم انطبخ صار مستوي هيك، حنشيل اللحمه ومثل ما حكينا رميت الخضار مثل ما شايفين مشان تاخذ الطعمه نكهه من من اللحم، والخضار تعطي نكهة لللحم للصوص كمان. بشكل عام نعملها شوية سلق طبخ مع بعضها كلها، وبعدين منضيفها منشيلها
نشوف صارت جاهزه. صارت دائما الزكيني والكوسه هذا ما بياخذ طبخ كثير، ما بياخذ وقت اضافي. دائما حكيت انا بالنسبه للخضار، نحن ست البيت تحديدا من نحن بعالمنا العربي دائما بيطبخوا الاكل بشكل يعني بيطبخوا خلاص بينهوها طبخ، وهيدا شيء مش كويس كثير ابدا، لانه الخضره بتفقد كل الخواص والفوائد تبعها بالطبخ. ف اذا بنشوف اهل الغرب دائما الخضره بمي مغليه وشويه ملح مشان واعملوها، بس بغطوها دقيقه دقيقتين وبشيلوها مع الملح وبيبردوها، بتضل تاخذ ضل لونها اخضر حلو، تحافظ على اللون. والخضره كرانشي هيك بتقرش قرش وبتكون مفيده جدا. بنكمل بنشيل التورنيبس، هيدا الليفت مثل المعروف، وكمان الملفوف، هلا هيك الخضره صارت جاهزه بهالحاله بهلا بهالوقت البسيط. لنكمل رح رجع اللحم مره ثانيه على الصحن، رح نكمل شغلنا بصحن كثير كثير بسيط، محتواه هو باذنجان والثوم وزيت زيتون، واسمه راهب. والراهب طبعا له، رح خفف النار هون، له قصه. مثل ما بنعرف راهب الكنيسي بضل اعزب لوحده، يعني لابس هالابيض مثل ما بيقولوا عنا بلين هيك ساده ما في شيء. فالباذنجان اليوم اهل لبنان من جبل لبنان عملوا هيدا الصحن البسيط كتير وسموه راهب، لذلك الراهب هي باذنجانية مشوية ما شايفين، قشرتها ونظفتها وحطيتها بالصحن مثل ما شايفين هون، صارت الباذنجانية مشوية وجاهزة. رح احطها بالصحن وراح احشيها شوية ثوم وزيت الزيتون وبس، وعمل لها شوية جارنش. الصحن كتير خفيف كتير وصحي كتير ومفيد، وتحديدا برمضان. وكمان ست البيت يعني تعمل صحن بوقت كتير كتير بسيط، وبيساعدها انها تكون السفرة تبعها جاهزة وما تتأخر على ضيوفها وعلى الافطار تحديدا. فنرجع بنقول الراهب هو باذنجان مشوي مثل ما حكينا، باذنجان مشوية من قشرة مثل ما هي، بنحطها بالصحن مثل ما شايفين هون، الباذنجاني مشوية هون، بنجيب الباذنجاني. في هلا ست البيت اذا حبيتي ممكن تقطعيها قطع، واذا حبيتي ممكن بس بهالطريقة هي مثل ما شايفه هيك، تفتح الباذنجاني وتشرحيها من جوا، بحيث انه لما بتبدي او بيبدا الضيف عنا او اي حدا بده يبدا يفطر يكون تقريبا الباذنجاني جواتها يعني مقطعه وسهله. هلا هون انا بصراحه عشت مع هيدا الصحن منيح بهالاكل هاي تحديدا. نحوش الباذنجان قدام البيت ونشويه فورا، وزيت وزيتون زيت زيتون والثوم وخبز وخلص بس. فهلا هون الثوم كمان لازم معرضنا الثوم، قلنا لكم على الثوم، انا حذكرت الثوم طبعا اساسي جدا. لازم ياخذ نسبة الثوم، لازم ياخذ نسبة الثوم منيحة، لأنه الثوم نكهة طيبة وبيعطي للباذنجان مع الباذنجان كتير كتير طعمة طيبة.
الثوم ست البيت تقدر تدق الثوم بالمدقه الثوم بس ومع شويه ملح، وممكن على الخلاط تضربيه بالخلاط وتحطي له زيت الزيتون. زيت الزيتون مع الثوم ممكن تخليه بالبراد وبيقعد فتره طويله منيحه، يعني ما بيخرب الثوم. دائما الزيت بيعمل تغطيه للثوم بيخليه بيحافظ على الثوم، حتى لو كان برا الثوم ما ممكن ينتزع، فبيحافظ عليه. هلا هيك الصحن عندنا لسه ما خلص، خلص ولسه ما خلص، بدنا لازم نزينه. طبعا الصحن هلا هيك ابيض، من شايفين الباذنجاني هيدا اللون الفستقي هيدا، هيك حنزينه للصحن. ليمون، خليني اطلع هون على الطاجين عم ينطبخ، رح خفف النار على الاخير لانه خلاص جاهز. هون خلينا ناخذ هيدي المشوية كمان اللي منا هون، نرتب طاولتنا عشان يصير الشغل سهل علينا. هيك اللي شايفين هون مثل ما حكينا هلا تقريبا الصحن جاهز. الثوم طبعا ما عليه ملح ولا شيء. هلا للي يعني صحيح الاكل ما بيوقف عند طريقه معينه، ممكن كل يوم او كل شخص يضيف شغله. ممكن انا صحيح راهب بس انا حط بقدونس، ممكن حط نعنع، ممكن رشه الفلفل، ممكن رشه فلفل اسود، بس الملح طبعا اساسي وما حيبين في شيء ابدا. لو حبيته ما بدي انا روح منظر الراهب. كل الاحوال هلا راح اسوي ديكور للصحن، ديكور بسيط كتير مثل ما حكينا. راح استعمل الليمون والبندوره وشي عرق نعناع اخضر عشان يعطي جماليه للصحن ويكمل معنا. كمان حبة ندورة شايفين، ممكن اقطع البندورة وجز وممكن اقطعها سلايس شايفين. هلا نزين الصحن حسب ليموني، بندورة، ليموني كمان، ليموني بعد بندورة كمان، ليموني كمان. هون نفس الطريقة، لو ليموني بندورة نفس الشيء هون بندورة. بدي أنا عرق أخضر ضروري، وأنا راح أستعمل النعناع. يا سلام، يلا عرق النعناع هون، يلا عرق النعناع هون. وبهيدي الطريقة خلصنا، بس بنضيف له زيت الزيتون اللي هو أساسي، بنحطه هون فوق هيك. وهيدا صار معنا اليوم راهب. رح نطبخ نسكب بالطبق الثاني فورا يلي هو الكسكس. مثل ما حكينا حطينا الكسكس، طلع الكسكس، حنشوف كيف. مثل ما شايفين الكسكس حباته
نحطه بالصحن. لازم الكسكس يكون بهالطريقة هاي، مو معجن ولا شيء. الشكل ضروري جدا مثل ما حكينا بالأكلة، ومو بس الشكل كمان الطعم الأساسي، لازم تلتقي المنظر مع الذوق. نرجع نشوف هيك، طلع صار هون عندنا كمان جاهز اللحم. نرتب الخضار، يلي هي الخضار هون، تورنيبس، زكيني أخضر، جزر، زكيني أصفر، زكيني أخضر، كمان جزر، كمان زكيني أصفر هون، والتورنيبس مرة ثانية هون. هلا هيك بنجيب قطعة اللحم مثل ما شايفين صارت، حطها على الطبق من فوق، نضيف له اللي هو الملفوف، ومنجيب كمان الصلصة. طبعا هيدا الكسكس لسه ما صار كسكس خالص، لذلك لازم نسقيه تشربوا الصلصة. الصلصة فيها البصل والحمص مثل ما شايفين هيك. في ناس بتحب زيادة صلصة، هلأ هيك عود القرفة دائما أنا بدي هون. في ناس بتحب زيادة صلصة بنضيف لها بنقدم لها، لا حسب الطلب، مش بالضرورة حسب الطلب. وهيك بيكون صار طبق كسكس الخضار جاهز لليوم. صحة وهنا وأهلا وسهلا، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا وأعجبكم الصحن.